ضمن الجهود التي تسعى لها كافة الأطراف الدولية لتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصلت إلى العريش سجريد كاغا كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة في زيارة هي الأولى لها، وهنا اطلعت على سير الأعمال في المستودعات المخصصة للمساعدات والصعوبات التي تعرقل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات وعلى متنها أطنان من المساعدات التي تنتظر العبور. أنا موجودة هنا بتفويض من مجلس الأمن لمعرفة كيف بإمكاننا تيسير وتسريع وتعجيل كل مجالات المساعدة الضرورية والملحة للأبرياء في غزة نظراً لظروف الإنسانية العسيرة التي أجبروا على العيش فيها. زيارة تأمل من خلالها كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض إيصال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، شمال سيناء.